سقوط على أرضية الملعب، حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء، أول ركلة جزاء في المونديال لمصلحة منتخب الأكوادور. الأكوادور وفالنسيا يتقدم، يسدد فالنسيا، يسجل فالنسيا الهدف الأول في كأس العالم فيفا قطر 2022. الأكوادور هي من تسجل الهدف الأول. الأنصار المشجعين هنا، الأنصار والمشجعين في العاصمة كيتو، وبالتالي السعادة الكبيرة لأن في آلاف كما تشاهد الآن اللون الأصفر. منتخب قطر، نقول أن منتخب قطر يجب عليه الخروج اليوم بنتيجة جيدة، وبالتالي لكي يصل إلى المباراة الثانية. منتخب الأكوادور في غاية الخطورة مرة أخرى أيضا منقولة، ولكن في رايو فيه تسلل على منتخب الأكوادور. سلامات إن شاء الله لسعد الشيب، سلامات إن شاء الله لسعد الشيب، لكن بالفعل كرة خطيرة لاحظ مرة أخرى يوم ما تحولت بهذا الشكل. راح نشوفهم يعني مع المنتخبات العربية الأخرى يضيفون المباراة أجواء جميلة. هنا الإيطالي نتيجة المباراة، هنا كرة أيضا خطيرة، التسديدة الكرة عالية إلى ساحة المنتخب الإكوادوري. الآن أخطر، الآن أخطر، عطية جول، جول بالتخصص، فالنسيا يسجل في مرمى العنابي، فالنسيا يسجل في مرمى العنابي من ركلة جزاء سجل، ومن الرأسية هنا يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الإكوادوري. حقيقة قبل لحظات من الآن قلت لك يا فريك سانشيز يستمر أداء منتخب قطر بهذا الشكل ممكن يأخذ الجول الثاني. نعم يأتي الجول الثاني ومن نفس اللاعب فالنسيا بالتخصص. أوروغواي ومع ذلك هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على كريم بضياد، وأنا أخشى على العنابي. الحقيقة كنت أخشى على العنابي وأخاف أن يأخذ الجول الثاني. حماس وسط الحضور الرسمي الكبير والكبير جدا، ووسط الحضور الجماهيري الكبير جدا، ووسط أن منتخب قطر يلعب في نية الملعب. حاول عبد العزيز حاتم يعني افضل كره اعتقد كانت كره اكرم عفيف، هنا اعاده للهدف من ركله جزاء، وهنا اعاده